المؤتمر الأول الإقليمي للفيدرالية العالمية لطب الأسنان، هو مؤتمر كتنظمو الجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان بشراكة مع المؤسسة لالا سلمى ضد السرطان. هذا المؤتمر هذا هو الأول من نوعه، لأنه من اللي تكونت الفيدرالية العالمية لطب الأسنان سنة 1900، عمرها ما كانت نظمت مؤتمر في القارة الإفريقية، والمغرب الحمد لله حظى بهذه المناسبة هذه، وحنا مفتخرين بأنه المغرب حظى بالثقة ديال الفيدرالية العالمية لطب الأسنان ونظم هذا المؤتمر الأول الإقليمي الجهوي. والافتخار ديالنا أكثر لأنه هذا المؤتمر حظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وهذاك إشارة بأن صحة الفم والأسنان عند سيدنا هي تاهي مهمة كصحة الجسم بصفة عامة. هذا المؤتمر هذا عرف حضور كثيف من جميع البلدان، من جميع البلدان، وكذلك عندنا تقريبا أكثر من 30 بلد من خارطة الفيدرالية العالمية لطب الأسنان اللي شارك في هذا المؤتمر، وكذلك بلدان من العالم. الإطار فاش تحط هذا المؤتمر هذا هو قيادة إفريقيا لصحة فم الأسنان جيدة، وهذا المؤتمر عرف عدة ورشات وعدة حصص سيانتيفيك اللي تعرض فيه أحدث الوسائل للعلاج، وهاد الوسائل هذه اللي منضبطه مع صحة فم الأسنان اللي عايش في إفريقيا.